المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موجز إخباري من قناة عادة. صدر يوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم 25 لسنة 2022 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن عادل علي بن علي هادي قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مدرع. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. هذا وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن فؤاد محمد سالم النسي مديرا عاما لشرطة محافظة شبوة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق بذات الشأن وعلى المعنيين تنفيذه. وصدر يوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم 26 لسنة 2022 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد مهيم سعيد محمد ناصر قائدا لقوات الأمن الخاص فرع محافظة شبوة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. عقد مجلس القيادة الرئاسي الاثنين اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، ضم أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي. وكرس الاجتماع للبحث في المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع. واستمع المجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطات الأجهزة الأمنية حول هذه التطورات وخلفياتها، وكذا الجهود الجارية لاحتوائها واتخاذ بشأنها عدد من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوتر وضمان عدم تكراره في المستقبل. وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه بهذا الخصوص الجهات المعنية بحصر الخسائر المدنية وجبر ضرر المواطنين. بحث وزير المالية سالم بن بريك عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية ومجالات استيعاب دعم الأشقاء والأصدقاء لتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة الراهنة جراء الحرب في البلاد. كما بحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بمختلف الجوانب. كما وجه السفير الأمريكي بدعم فني لوزارة المالية والمصالح والهيئات التابعة لها وبناء القدرات الكوادرها للنهوض بالعمل وتحقيق النجاحات المنشودة. من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فيجن تأكيده حرص بلاده على مواصلة دعمها لليمن للمساهمة في تحقيق السلام المنشود ودعم مختلف المجالات وفقا للأولويات والاحتياجات. تفقد وزير المالية سالم بن بريك ومعه رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان عبد الواسع هائل سعيد سير العمل والأنشطة بالمؤسسة بالعاصمة عدن، وتعرفا من الإدارة والأطباء في المؤسسة ومركز الحياة التابع لها على الخدمات الطبية والتشخيصية وبرامج الكشف المبكر وغيرها من الخدمات المقدمة للمرضى والزوار. ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بالعاصمة عدن مع قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج أوضاع الشركة وسير العمل فيها والصعوبات التي تواجهها. وتطرق اللقاء الذي ضم المدير التنفيذي المهندس سالم كعيتي ومدراء الإدارات الخطة التطويرية للشركة والدراسات المعدة لتحقيق زيادة الإنتاج والمراحل المزمنة والتحديات التي تواجه سير العمل والحلول المقترحة لتجاوز مشكلات التصدير والتسويق النفطي في كافة القطاعات الوطنية. وفي سياق متصل التقى وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي بقيادة شركة بترومسيل الوطنية وشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية الوايكوم، واستمع منهما إلى شرح عن القطاعة النفطية التي تديرها الشركة والتحديات التي تواجههما، وكذا الخطوات العملية لإعادة تشغيل القطاع النفطي الخامس وتجاوز كافة العراقيل التي تواجه عملية التشغيل. وأكد الوزير إن تشغيل القطاع الخامس سيسهم في زيادة الإنتاج والتطوير الشركات الوطنية المشغلة لهذا القطاع لتعزيز الاستثمارات الوطنية في جميع القطاعات وفي مقدمتها النفطية.
ناقش مجلس القضاء الأعلى الجديد أول جلسات اجتماعاته بالعاصمة عدن برئاسة القاضي محسن أبو بكر رئيس المجلس، وذلك بعد صدور القرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأداء اليمين. وأكد رئيس المجلس إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل كفريق عمل واحد لجمع لم يشمل القضاء والعمل على تعزيز دوره ومكانته وتحقيق العدل وسيادة القانون. وناقش المجلس حقوق وواجبات القضاء ومتطلباتهم، وكلف المجلس الشؤون المالية بإعادة رؤية يمنح بموجبها مبلغ مقطوع للرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية والإداريين واستكمال صرف المتبقي من علاوة الغلاء المعيشة بموجب قرار المجلس السابق. نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لقاء موسع لأعضاء مجلس النواب والشورى والاستشاري والمكتب التنفيذي بساحل ووادي حضرموت والقيادات العسكرية والأمنية والنخب والأحزاب والعلماء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمسرح حضرموت الوطني بالمكلا. وأوضح المحافظ بن ماضي إن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى للوقوف على مسافة متساوية من كل المكونات السياسية بما تمثله وحدة الصف الحضرمي، والعمل بروح الفريق الواحد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إحداث أثر فعلي يلمسه المواطنين في عموم المحافظة. وأعلن محافظ حضرموت الجديد عن برنامجه خلال المرحلة الراهنة، حيث أكد إن قطاع الكهرباء والتوليد الطاقة يستحوذ على اهتمام كبير بالتساوي مع متابعته بفتح مطار الريان الدولي. ونوه محافظ حضرموت إن قطاع التعليم بجميع مستوياته والصحة العامة والسكان سيحظيان بحيز في البرنامج الجديد. وقال الأستاذ مبعوث مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت كلمة قال فيها: وشعارنا حضرموت أولا حتى تكون أمة، حتى تكون حضرموت أمة برجالها ونسائها، برجالها المخلصين ونسائها الماجدات، فثروتها الحقيقية تكمن في مجتمعها وإنسانها الحكيم المنضبط، وعلاوة على ذلك فهي تختزن في باطنها ثروات كبيرة فلا يقدر بأهلها أن يعيشوا حياة الضنك والعوز، وهي تتربع على ثروة هائلة تكاد تكون الرافد الوحيد للدولة واستمرار بقائها. كما وضح المحافظ بن ماضي إن البرنامج الجديد للمحافظ تطبيق رؤية إدارية تسعى من خلالها السلطة المحلية بالمحافظة إلى إحداث عملية تغيير وتدوير في الوظائف على مستوى الإدارات العامة والمكاتب، مؤكدا أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شريكان أساسيان للخروج من الأزمة والتخلص من المشروع الحوثي. وكانت تلقيت كلمات في اللقاء الموسع عن أصحاب الفضيلة العلماء ألقاها مدير عام مكتب الوزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت. وكذا كلمة الأحزاب والمكونات السياسية ألقاها الأستاذ محمد عبد الله الحامد، وقطاع المرأة ألقتها الأستاذة فائزة بامطرف رئيس اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت، وعن رجال المال والأعمال ألقاها الشيخ عمر باجرش رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وعن منظمات المجتمع المدني ألقاها الدكتور وليد البطاطي مؤكدين مساندتهم للسلطة المحلية للاطلاع بمهامها في هذه المرحلة الصعبة. اطلع محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على سير الامتحانات الوزارية النظرية للمعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة التي يجلس لأدائها أكثر من 800 طالب وطالبة على مستوى ساحل حضرموت، متجولا بالقاعات الامتحانية ومتعرفا من المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري إلى شرح عن آلية سير الامتحانات الوزارية والمراكز الامتحانية. كما اطلع المحافظ خلال الزيارة على سير العمل في الأعمال الإنشائية لبناء 6 قاعات دراسية إضافية بالمعهد التقني التجاري بفوة بتمويل من السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا. رافق المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي صالح عبود العمقي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، والوكيل المساعد لشؤون الشباب والرياضة فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري.
تفقد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي ومعه نائب رئيس مجلس التشاور المصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسية القاضي أكرم نصيب العامري والمدير العام لمديرية تريم حسن جعفر سالم مولد دويلة مدرسة الأخوة بمدينة تريم وتسليمها 30 مكيفا صحراويا عبر مؤسسة إخال السلام والتنمية والمبادرة الإنسانية. واطلع الشيخ بن حبريش من مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية أحمد محفوظ بارفيد ومدير المدرسة حسين عتاليل على الدور الريادي الذي اطلعت به المدرسة منذ تأسيسها في عام 1933 للميلاد لنشر التعليم النظامي في تريم والمنطقة كأول صرح تعليمي بوادي حضرموت، وأعرب عن الشكر لمكرمة الشيخ بن حبريش بتوفير المكيفات للمدرسة واهتمامه بهذا الصرح التعليمي الذي تخرج منه أجيال عديدة. زار وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي ومعه نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي القاضي أكرم نصيب العامري ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل والخضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي المنشآت الرياضية لنادي البرقة بمدينة تريم التي تم تنفيذها بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة إجمالية تقدر ب 435,000 دولار. واطلع الشيخ بن حبريش ومرافقيه خلال الزيارة من رئيس النادي الدكتور طلال بن منصور على مكونات مشروع المنشآت الرياضية للنادي التي تتضمن بناء مدرجات ومقصورة الملعب وفرش أرضيته بأعشاب صناعية وتشييد عدد من القاعات ومباني ومحلات ومرافق استثمارية للنادي. داعيا الشيخ بن حبريش للحفاظ على هذه المنشآت والاستفادة منها في كل ما يخدم تطوير الأنشطة والألعاب الرياضية في مديرية تريم. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 32 عاما وبحوزته كمية من مادة الشبو المخدرة وأدوات تستخدم في تعاطي هذه المادة الخطرة لكريستال ميث. وقال مصدر أمني مسؤول إن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات تلقاها جهاز البحث الجنائي والتحريات تفيد بوجود أحد الأشخاص المتعاطين لمادة الشبو في أحد فنادق المدينة. وعلى ضوء هذه المعلومات قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة الفندق وألقت القبض على الشخص المذكور المتواجد في أحد غرف الفندق ومعه كمية من مادة الشبو المخدرة وأدوات تستخدم في تعاطي هذه المادة المخدرة، وتم تحرير محضر للضبط بالواقع واتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع المتهم الحجز لاستكمال ملف القضية لتحويله إلى قسم مكافحة المخدرات بالمكلا. وتبذل الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر بقيادة مدير أمن المديرية العقيد عوض بن عكاس العبثاني وقسم البحث الجنائي جهودا مضنية في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، وتمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على العديد من المروجين والمتعاطين لمادة الشبو والحشيش والمخدرات وشارب الخمور والعديد من الجرائم الأخرى، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية لينالوا جزائهم العادل. ألقى منتسب مركز شرطة الديسة التابع لإدارة أمن وشرطة مديرية مدينة المكلا القبض على امرأة قامت بسرقة حزام ذهبي عيار 21 خارجي الصنع من أحد مناسبات الأعراس بالمنطقة وقامت ببيعه لأحد محلات الذهب والمجوهرات. وجاءت عملية الضبط المتهمة بعد تلقي بلاغ من المجني عليها بسرقة حزام ذهبي تملكه في أحد الأعراس واشتباهها بالجانية، وتم استدعائها والتحقيق معها واعترفت بسرقتها للذهب وبيعه لأحد محلات بيع وشراء الذهب والمجوهرات بالمكلا. وفيما احتجز منتسبو مركز شرطة الديس مالك محل بيع وشراء الذهب والمجوهرات لقيامه بعملية البيع والشراء بطريقة غير رسمية وفق ما هو مصرح به رسميا لبيع الأشياء الثمينة. وننوه للإخوة المواطنين عن سرعة الإبلاغ لكي يساعد في سرعة الكشف عن الجريمة، وأيضا ننوه أصحاب محلات الذهب بعدم شراء أي مسوقات ذهبية من المواطنين إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تكون عرضة للمساءلة القانونية. نفذ نادي الشحر الأدبي فعالياته الأسبوعية عصر الجمعة بقاعة جمعية رعاية الشباب، حيث ألقى الأستاذ الدكتور صالح عوض عرم محاضرته الموسومة بجهود مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح التعليمي بمحافظة حضرموت،
مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية نموذجا، حيث ألقى الضوء على جهود المؤسسة منذ تأسيسها وظروف إنشائها ودورها في تأهيل المبتعثين من طالباتها للدراسة في الجامعة الكبرى الدولية، حيث أصبحت هذه الإنجازات العلمية والتربوية واضحة للعيان ويؤتى ثمارها محليا ودوليا. كما أثنى كبار الضيوف والحاضرين على هذه الجهود المشهودة رافعين الشكر والتحية لمجلسي المؤسسين ومجلس الأمناء، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل المهندس عبد الله أحمد بقشان. واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، وذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن للتخفيف عن معاناة السكان وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف القرى والمناطق النائية بالمحافظة. وراجع العيادة خلال شهر يوليو الماضي عدد 543 مستفيدا في عدد من مديريات محافظة حضرموت من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن. وتضم العيادة الطبية المتنقلة طبيب عام ودكتورة أمراض نساء وولادة وثلاثة ممرضين وصيدلي وفني مختبرات، إلى جانب المستلزمات الصحية وخدمات الاستشارة الطبية وتقديم الدواء مجاناً. زار الشيخ جمال محمد بن حسينون مقر قناة عاد المحلية بمدينة الشحر، وتعرف الشيخ بن حسينون من مدير قناة عاد الصحفي عبد الجبار باجبير عن البرامج التي تقدمها القناة وأهدافها وخططها وطموحاتها المستقبلية، وأبدى استعداده لتقديم الدعم المالي والعيني للقناة حتى تصل إلى مبتغاها لكونها القناة الوحيدة بالمديرية وتقدم رسالة إعلامية سامية، داعيا إلى احتواء كافة الإعلاميين والمواهب الإعلامية حتى يكونوا مساهمين مجتمعيين. وشكر الشيخ جمال بن حسينون شبكة الهدى الرقمية بالشهر على تبني القناة وبثها في نطاقها عبر التردد المجاني والذي من خلاله يستطيع كل أبناء الشحر مشاهدتها. اختتمت خريجات مشروع تأهيلي وتدريب النساء المؤثرات في الأحياء السكنية بمديرية غيلبة وزير المبادرات المكلفة لهم بعد إعادة تأهيلهم بالمشروع، حيث إن مخرجات المشروع تم تقسيمها إلى 4 فرق، كل فريق يتكون من 5 نساء مؤثرات تم تقسيمهما في المربعات لإقامة 7 مبادرات توعوية مجتمعية بالمديرية. وقد كانت المبادرات التوعوية تتحدث حول قضايا شائكة تهدد السلم المجتمعي بالمديرية، وهي الحد من انتشار المخدرات والابتزاز الإلكتروني والأسرة السعيدة ومناقشة العادات والظواهر الدخيلة السلبية بالأعراس. المشاهدون الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري من قناة عاد. طبتم وطاب أوقاتكم، وإلى اللقاء ومتابعة شيقة مع ما قدمناه لكم من قناة عاد. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية